الفصل الخامس: أخطاؤنا مع القرآن. القرآن الكريم له قيمة وقدر عظيم عند الله عز وجل، ولقد أكرم الله سبحانه أمة الإسلام به لكي يقوم بتغيير أبنائها وهدايتهم للصراط المستقيم وتأهيلهم للقيام بالوظيفة المتفردة في قيادة البشرية. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، سورة البقرة. وعندما لا يتعامل المسلمون مع القرآن بما يستحقه من التقدير والإجلال، فإن الله عز وجل سيغضب لكتابه وسيعاقب الأمة عقوبات متدرجة ومتصاعدة. وهذا ما حدث بالفعل، ولعل أخطر تلك العقوبات الحرمان من روحه وتأثيره البالغ على كينونة الإنسان وقدرته بإذن الله على تغييره كما يحب الله ويرضى. وأخطر من ذلك هو عدم الشعور بالحرمان تجاه القرآن، وذلك من خلال تخفيف القرآن في قلوبنا. ومعنى تخفيف القرآن أي إضعاف وتقليل مهابته في قلوبنا حتى يصير كالثوب البار الذي لا يؤبه له ولا ينظر إليه ولا يرغب فيه. وللأسف كلما تعاملنا مع القرآن تعاملا خاطئا زاد الحرمان وزاد تخفيف مهابته في قلوبنا، ولو استمر الوضع على ذلك المنوال لحدثت الكارثة الكبرى برفع القرآن. كيف لا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيرفع في آخر الزمان. عنوان: أخطاؤنا مع القرآن. لو تأملنا أفعالنا مع القرآن لوجدنا أننا نقوم بأعمال كثيرة خاطئة من شأنها الاستدعاء المستمر لعقوبة الحرمان. ومن أهم تلك الأفعال الخاطئة: الأول، الجفاء عن القرآن. الثاني، التوجه نحو الكتب قبل القرآن. الثالث، الإسراع في حفظ ألفاظه دون العمل بها. الرابع، البث المستمر للقرآن دون الاستماع والإنصات إليه. الخامس، الإسراع في قراءته دون تدبر. السادس، التعمق في إقامة حروفه وإهمال العمل به. السابع، تلحين القرآن، وغير ذلك. الجفاء عن القرآن: جفى عن الشيء أي ابتعد عنه ولم يلتزمه، كما قال الله تعالى في حق المتهجدين بالليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سورة السجدة. والمقصد من الجفاء عن القرآن هو البعد عنه وعدم التزامه، وذلك من خلال عدم المداومة على قراءته ومرور الأوقات دون الالتقاء به. ويشمل ذلك أيضا عدم تدبره، لأن المقصد من قراءته هو فهم المقصود من آياته وتدبرها ليحدث من وراء ذلك بإذن الله دوام التذكر والاعتبار والانتباه والاتباع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد. عنوان: النعمة العظمى. إن القرآن المجيد هو النعمة العظمى التي اختص الله جل شأنه بها أمة الإسلام دون غيرها من الأمم، ليقوم أفرادها بالاهتداء بهديه والاستشفاء بشفائه، ثم ينطلق بعد ذلك في الأرض ليقيموا دينه فيها ويكونوا بمثابة قادة للبشرية، فيضعوا فيها ميزان الحق والعدل. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران. ولا يمكن لأمة الإسلام أن تقوم بهذه الوظيفة الخطيرة في الأرض إلا إذا تمثل القرآن في أبنائها خلقا وسلوكا، وهذا يستدعي دوام الاتصال به والاغتراف من ينابيع الهدى والإيمان المتفجرة من آياته بإذن الله. هذا على مستوى الأمة. أما على مستوى الفرد، فإن طبيعة المعركة بين الشيطان والإنسان، والتي يستخدم فيها الشيطان كل أساليب الغواية والإضلال،
ويستغل جهل النفس وولوعها الدائم بتحصيل الشهوات تستدعي وجود مصدر فذ متفرد لمواجهة هذا كله والانتصار الدائم على النفس والهوى والشيطان وزخرف الدنيا. وهذا ما يفعله القرآن الحكيم إذا ما داوم المرء على الاتصال به. يقول تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. كل هذا وغيره يؤكد لنا أهمية المداومة اليومية والمكث المتكرر مع القرآن، فلا صلاح ولا فلاح للفرد ولا للأمة دون التزود اليومي بجرعة كبيرة من القرآن. من هنا ندرك بعض الحكم من أسرار التوجيه الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالمداومة على تلاوة القرآن، كقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، سورة العنكبوت. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، سورة الكهف. وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، سورة النمل. وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، سورة فاطر. وغني عن البيان أن معنى يتلو يتبع، فإننا نقول: جاء فلان يتلوه فلان، أي جاء خلفه وتبعه. ويؤكد ذلك قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، سورة الشمس. عنوان: لماذا يحافظ مريض السكر على الدواء يوميا؟ إن مريض السكر يلزمه دائما أن يداوم على تناول دوائه بصورة يومية منتظمة، وذلك لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن ثم ظهور أعراض المرض ومضاعفاته عليه. وكذلك القرآن، من الضروري أن يحافظ المرء على لقائه اليومي به، وإلا ستظهر النتائج السلبية من غفلة ونسيان لله، ومن غلبة الهوى وقسوة القلب وضيق الصدر وتقوية داعي الشيطان. يقول الله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، سورة الجن. من هنا ندرك بعضا من أسباب التوجيه بالمداومة على التلاوة اليومية مهما كانت الظروف من مرض أو سفر أو انشغالات. ولك أخي القارئ أن تتأكد من هذا المعنى من قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، سورة المزمل. ومما يؤكد ضرورة المداومة اليومية على قراءة القرآن وتخصيص ورد أو قدر ما يكون بمثابة جرعة ثابتة، ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم عن وجود مساحة زمنية محددة لمن حالت ظروفه دون قراءة ورده في ليلة ما، بأن يقوم بقراءته ما بين صلاة الفجر والظهر. يقول صلى الله عليه وسلم:
من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا يدل دلالة واضحة على ضرورة التزام القرآن والمداومة على الاتصال به، وأن من فاته ذلك في ليلة من الليالي لأي ظرف كان فعليه أن يسعى لتحصيله في أقرب وقت. عنوان: المداومة والاتباع. إن من أهم مقتضيات تقدير القرآن عدم هجره، وأخطر صور هجره هو هجر المداومة على تلاوته، أو بمعنى آخر معاملته بجفاء. ونكرر بأن المقصد من تلاوته اتباعه والسير وراء توجيهاته بالعمل والتطبيق. يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، سورة الأعراف. ويقول تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، سورة الأعراف. والمتأمل للسنة النبوية يجدها تدعو المسلمين إلى المداومة على قراءة القرآن وعدم الجفاء عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم. وينبه الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة المداومة والتعاهد للقرآن، وإلا فالعقوبة الفورية في الانتظار، لأن القرآن كما علمنا ربنا يقول: وإنه لكتاب عزيز، سورة فصلت. فهو يعامل العبد على أساس معاملته له، فإن هجره وجفاه ثم أراد أن يعود إليه ففي الغالب لن يجد روحه ونوره وأثره في انتظاره، وعليه أن يبذل مجهودا كبيرا لكي يعود الاتصال بينه وبين القرآن. وهذا ما عبر عنه قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل من عقولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. انتهى. واستذكار القرآن هو المداومة على تلاوته والاجتهاد في تذكر معاني آياته وما فتح الله على العبد منها من معان إيمانية هادية وشافية. عنوان: حال المؤمن مع القرآن. ويستشعر عظيم احتياجه الدائم إليه، فإنه سيكون على اتصال دائم مستمر به، وإن آل ذلك إلى ترك نومه وملاذه، ومن ثم فمن المتوقع أن تجده يسهر معه بالليل حيث السكون والهدوء، وكلما نادته نفسه إلى النوم قاومها من أجل الاستمرار مع صاحبه القرآن، فيؤدي هذا إلى شحوب وجهه من قلة الراحة. ولعلنا من خلال هذا التوصيف ندرك معنى تمثل القرآن لصاحبه يوم القيامة على صورة رجل شاحب، وكأنه يريه حاله الذي كان عليه في الدنيا. أخرج ابن ماجة عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. إنه لشيء رائع تلك العلاقة التي تنشأ بين من يلتزم القرآن في ليله ونهاره وبين القرآن ذاته، والتي تظهر نتيجتها في أوقات الشدائد وأهمها يوم القيامة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن وحثنا عليه وقال: إن القرآن يأتي أهله يوم القيامة أحوج ما كانوا إليه، فيقول للمسلم: أتعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا الذي كنت تحب وتكره أن يفارقك،
الذي كان يسحبك ويدنيك فيقول لعلك القرآن، فيقدم به إلى ربه عز وجل فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه السكينة، وينشر على أبويه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان لأي شيء كسينا هذا ولم تبلغه أعمالنا، فيقول هذا بأخذ ولدكما القرآن. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسحبك ويدنيك، وأطلق أخي لذهنك العنان في التفكير في معانيها، فهو الذي كان يسحبك من فراشك ويدنيك من ربك، وهو الذي كان يسحبك من شهواتك وغفلاتك ويدنيك إلى دوام تذكرك وتقواك، وهو الذي كان يسحبك إلى فعل الخير ويدنيك من ساحة البر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا رب لكل عامل عمالة من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال أبسط يمينك فتملأ من رضوان الله، ثم يقال أبسط شمالك فيملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحلى بحلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. من هنا ندرك أن الذي يلتزم القرآن ولا يجفو عنه يضع نفسه في أفضل صورة يمكن أن يكون عليها المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، انتهى. ويكفي أن المسلم بهذه الحالة من الالتزام بالقرآن وعدم الجفاء عنه يكون ممن يحبهم الله عز وجل. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم وقوما ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقاما يتملقني ويتلو آياتي، انتهى. إن الاتصال الدائم بالقرآن يعني استمرار اليقظة والتذكر والحضور القلبي مع الله. فقد جاء رجل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أوصني، فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، انتهى. عنوان: أخطار الجفاء عن القرآن. عندما يصل الإنسان إلى سن التكليف فإنه يبدأ السير في رحلة العودة إلى الله، ويشرع في أداء امتحان عبادته سبحانه بالغيب، شاء أم أبى، تذكر أم نسي، انتبه أو غفل، صدق أو كذب، آمن أو كفر. ومن رحمة الله بعباده أن أكرمهم بالقرآن الكريم كوسيلة متفردة للإقناع والإيمان بهذه الحقيقة والتذكير الدائم بها والإعانة بإذن الله على القيام بواجباتها. لذلك كان من الضروري أن يتواصلوا معه بشكل يومي دائم حتى يحقق هدفه فيهم، ويوم أن يعرضوا عنه سواء كان ذلك بسبب الغفلة أو النسيان أو التكذيب أو الإهمال، فإنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر جمة منها على سبيل المثال للحصر: أولاً استدعاء عقوبة الغفلة والإعراض عن آيات الله. لقد خلقنا الله عز وجل لنعبده بالغيب، والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل والافتقار إليه والطاعة والانقياد له والمهابة والخشية منه ودوام التقوى والشكر، ولا يمكن أن تتمثل فينا هذه المعاني إلا من خلال معرفة الله جل شأنه، فالمعاملة على قدر المعرفة. ولقد أتاح لنا سبحانه الطريق السليم لمعرفته من خلال معلومات عنه جل شأنه بثها في الكون
وضمنها القرآن وسماها بالآيات، فالنظر في تلك الآيات واستنطاقها بالتعرف على الله من خلالها هو الهدف الأساس من وجودها. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة. فإن قلت: ولكنه يصعب علي فهم الآيات واستنطاقها والتعرف على الله من خلالها، فماذا أفعل؟ جاءك بفضل الله الجواب بأنه سبحانه أنزل كتابا يتضمن أعظم آياته الدالة عليه، وما علينا إلا أن نداوم على قراءته والتفكر فيه حتى نصل لهدفنا المنشود. ويكفيك تأكيدا لهذا المعنى قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. سورة العنكبوت. ولأن الهدف من التفكر في الآيات هو دوام التذكر وزيادة المعرفة التي تؤدي إلى تحقيق معاني العبودية والتي يأتي على رأسها التقوى، كان من أهم أهداف القرآن تحقيق ذلك. يقول تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. سورة طه. ويقول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. سورة الزمر. ولكي تتحقق أهداف تلاوة هذا الكتاب في نفس المؤمن وقلبه وعقله من تذكرة وتقوى، لابد من دوام قراءته وتدبره، فإن لم يفعل ذلك وضع نفسه في دائرة الغافلين المنكبين على أنفسهم اللاهين عن وظيفتهم الوحيدة التي من أجلها خلقوا. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف. فالإعراض عن الاتصال بالقرآن يعرض صاحبه لعقوبة المعرضين عن آيات الله الغافلين عنها، كما قال تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. سورة الأنعام. إن الأمر جد خطير. يقول تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سورة الأنبياء. ويقول تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. سورة النجم. من هنا يتبين لنا الأهمية القصوى للاتصال الدائم بالقرآن والتفكر فيه والانتفاع بآياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ثانيا، من أخطار الجفاء عن القرآن
أنه دليل على عدم الاهتمام والتوقير للقرآن. فلو أنك قابلت رجلاً ذا جاه ومكانة عظيمة بين الناس وتعرفت عليه وطلبت منه زيارتك في منزلك، ثم جاءك في الموعد المحدد فلم يجدك وانتظرك طويلاً فلم تأتي ثم انصرف، أترى لو قابلته بعد ذلك وطلبت منه تكرار الزيارة سيفعل كما فعل من قبل؟ أتراه لو كان قد وجدك في المرة الأولى لكنك لم تجلس معه ولم تحسن ضيافته وانشغلت بأمور بيتك عنه، هل سيكرر تلك الزيارة؟ هذه المواقف إذا ما حدثت بيننا على أرض الواقع فإننا لن نستنكر رد فعل الرجل ذي المكانة العظيمة على تجاهلك له، فكيف بالقرآن العظيم المجيد ذي الشرف أحسن الحديث الحكمة البالغة؟ ألا تتوقع حين نتجاهل القرآن وهو بيننا أن تنزل علينا العقوبات؟ إن القرآن كتاب عزيز ذو مكانة بالغة الشرف والعلو، فإن لم يتم الاهتمام بوجوده بالشكل الذي يليق به فسيتباعد عنا ويفلت أثره وروحه ونوره من بيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، انتهى. ففي الحديث تشبيه تعاهد القرآن والمداومة على قراءته والاتصال به بربط البعير الذي يخشى منه الشرود، فكلما حدث التعاهد للقرآن حدث الانتفاع به والوصال مع روحه، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وموجود. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل، انتهى الحديث. ومن الأخطار كذلك ثالثا قسوة القلب، فهناك معركة شرسة يخوضها الشيطان مع بني آدم ليضلهم عن سبيل الله. يقول تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، سورة فاطر. ويدخل الشيطان على الإنسان من بابي الشبهات والشهوات، ويستغل جهله وولوع نفسه بتحصيل الشهوات وحب الاستمتاع الدائم بها لتنفيذ مخططاته. وليس ذلك فحسب، بل إن الدنيا التي جعلها الله عز وجل مكانا لاختبار الناس في عبوديتهم له بالغيب مليئة بالزينة والزخارف الملهية. يقول تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، سورة الكهف. فإذا ما استسلم العبد لوساوس الشيطان وهوى نفسه وافتتن بالدنيا فإن ذلك يعرضه لقسوة قلبه تجاه الله عز وجل والآخرة، فلا تجده ينتفع بموعظة ولا تذكرة. لذلك كان من الأهمية بمكان تعاهد القلب وإمداده بالإيمان بحقائق الوجود حتى يظل حيا نابضا، وأفضل وسيلة لذلك هي القرآن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سورة الأنفال. قال قتادة في قوله تعالى لما يحييكم، قال: هو هذا القرآن، فيه النجاة والبقاء والحياة، انتهى. لقد أنزل الله لنا القرآن كدواء يشفينا ويعيننا بإذن الله على استمرار حياة القلب وعدم استيلاء الهوى عليه. ومن ثم فينبغي تناول هذا الدواء كل يوم بكمية معتبرة حتى يحقق هدفه بإذن الله، فإن فات المرء ذلك فقد عرض نفسه لأخطار جمة. ويكفي في بيان هذا الأمر قوله تعالى:
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم؟ سورة الحديد. وتأمل قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي طال عليهم الزمن بلا تذكير فنتج عن ذلك قسوة قلوبهم. ويؤكد الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على هذا المعنى فيقول في نصيحته إلى قراء البصرة اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. ومن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، انتهى. ومن أخطار الجفاء عن القرآن رابعا غياب الأثر، إن الأثر الذي يحدثه اللقاء الدائم بالقرآن يتعدى الفرد إلى المحيط الذي يتعامل معه، وعندما يجفو المؤمن عن القرآن يضعف هذا الأثر ويغيب. ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر، انتهى الحديث. فالطعم يشعر به من يتناوله فقط، أما الريح فيشعر بها من حوله. وهذا يدل على أن الملتزم بالقرآن غير الجافي عنه والمتدبر لتلاوته هو الأكثر تأثيرا في الآخرين. يقول ابن حجر رحمه الله الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح لأنه يتداوى بقشرتها. وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن. وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها أي حجمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم ومنافع أخرى، بينما التمرة مهما كان عندك منها الكثير فلا يشعر أحد بذلك ممن حولك. ومن أخطار الجفاء عن القرآن أيضا خامسا نسيان معاني القرآن. من الضروري أن يتذكر المسلم بصورة دائمة المعاني التي تعلمها من القرآن في التلاوة أو المدارسة، وهذا لن يتم بدون المداومة على الاتصال به وتدبر آياته، وإذا جفى عنه فبمرور الوقت سينسى ما تعلمه. جاء في الحديث بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. فاستذكر القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، انتهى. وقال أبو العالية كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، لذلك نجد النهي عن توسد القرآن ومدح من لا يتوسده. فقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو شريح الحضرمي فقال ذاك لا يتوسد القرآن، أي لا ينام عن القرآن. وسئل أحمد بن صالح عن ذلك فقال يعني يقوم به الليل ولا ينام. وقيل للحسن يا أبا سعيد ما تقول في رجل استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه فلا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال يتوسد القرآن، لعن الله ذلك، انتهى. ومن أخطار الجفاء عن القرآن أيضا
سادسا الحرمان من الثواب والأجر. القرآن الكريم له مكانة عظيمة عند الله جل شأنه، وله وظيفة متفردة في إحياء القلب وتغيير السلوك، ولقد رتب الله جل شأنه على قراءته ثوابا عظيما تشجيعا وتحفيزا للمسلمين على مداومة قراءته. وغني عن البيان أن المقصود بقراءته تفهمه وتدبر معانيه واتباع توجيهاته. وكما هو معلوم بأن كلمة اقرأ في كل لغات العالم تعني اقرأ وافهم، فلا توجد كتب تقرأ بلا فهم وكتب أخرى تقرأ بفهم. فينبغي أن يتبادر للذهن عند سماع كلمة اقرأ أن المقصود هو القراءة بفهم. ولئن كان هذا أمرا بدهيا عند الجميع فإننا بحاجة إلى تأكيده دوما فيما يخص قراءة القرآن، حتى لا يصبح متفردا بكونه الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرأ بلا فهم، تحت دعوى البحث عن الأجر والثواب المترتب على قراءته والتي وردت به أحاديث متعددة. ونحن هنا نتحدث عن الأخطار التي يواجهها من ترك القراءة الصحيحة للقرآن، والتي تتضمن الحرمان من الثواب المترتب عليه. وهذا خطر عظيم، فالمسلم دوما بحاجة إلى استمطار رحمة الله ومغفرته من خلال القيام بالأعمال التي ندبه إليها، والتي من شأنها أن تثقل موازينه يوم القيامة بإذن الله. وعندما يجف المسلم القرآن فإنه يحرم نفسه من ثواب عظيم كان في متناول يده بإذن الله، فالحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. وعنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انتهى الحديث. ومن أخطار الجفاء عن القرآن كذلك سابعا الحرمان من البركة والخير. فالبركة تعني النماء، ولقد وردت أحاديث وآثار عن الصحابة بأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن بصفة عامة وسورة البقرة بصفة خاصة يكثر خيره وبركته، وتحضره الملائكة وتفر منه الشياطين. وفي المقابل فمن جفى عن القرآن فقد عرض نفسه للحرمان من هذا الخير، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبورا، كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا، وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبت عنه الشياطين واتسع على أهله وكثر خيره وقل شره، وإن البيت إذا لم يقرأ فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبت عنه الملائكة وضاق على أهله وقل خيره وكثر شره. انتهى. وعن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله ويحضره الملائكة ويهجره الشياطين، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله ويقل خيره ويهجره الملائكة ويحضره الشياطين، وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويثور فيه يضيء لأهل السماء كما يضيء النجم الأرض. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور من الله يوم القيامة. قال معمر: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: إن أهل السماء لا يتراءون البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الذي في السماء. وعن ابن مسعود موقوفا قال: إن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله عز وجل،
فأي خسارة نخسرها وتخسرها بيوتنا بالجفاء عن القرآن؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: البيت إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره ودخلته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت إذا لم يتل فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. وعن سلام بن أبي مطيع قال: كان قتادة يقول: اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم. قال: أراه يعني القرآن. عنوان: أخي يا حسرتنا على ما فاتنا من خير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن كالبيت الذي فيه المصباح، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالحش. فلننتبه ولنتذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته فاتكأ على فراشه أن يقرأ 3 آيات من القرآن. انتهى. ومن أخطار الجفاء عن القرآن 8 أخطار ما بعد الموت. إن أخطار الجفاء عن القرآن لا تقتصر على الحياة الدنيا فقط، بل تمتد إلى الحياة البرزخية واليوم الآخر كذلك. فقد روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. وفي آخر الحديث: والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. انتهى. عنوان: التطبيق العملي عند الجيل الأول للالتزام بالقرآن وعدم الجفاء عنه. للجفاء عن القرآن كما مر علينا عقوبات ومخاطر متعددة تشمل الدنيا والآخرة، وفي الالتزام به والمداومة على تلاوته تحصيل خيرات الدنيا والآخرة. ولقد تمثل هذا المعنى بوضوح في واقع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فقد كانوا شديد الحرص على تلاوته بشكل يومي مهما كانت مشاغلهم، بل إنهم كانوا يضعونه في مقدمة أعمالهم إذا ما تعارضت. أخبر أوس بن حذيفة أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مالك، فأنزلهم في قبة له في المسجد، أو قال بين المسجد وبين أهله. قال: فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشاء وهو قائم حتى يراوح بين قدميه من طول القيام. وكان أكثر ما يحدثنا شكايته قريشا وما كان يلقى منهم، ثم قال: كنا مستضعفين بمكة، فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم، وكانت سجال الحرب بيننا علينا ولنا. قال: فاحتبس عنا ليلة صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث. قال: نعم، طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا، ثم أذن لي وقال: كنت في قضاء وردي. وكان أبو موسى الأشعري يقول: إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. وكان عمر بن الخطاب إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فيه، ودخلوا على عثمان وهو يقرأ في المصحف فقال: والله إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في عهد الله عز وجل. وكان عبد الله بن مسعود إذا أصبح أمر غلامه فنشر المصحف. وكان الحسن بن علي يقرأ ورده من أول الليل، وأن حسينا كان يقرأه من آخر الليل. وعن عائشة قالت: إني لأقرأ جزئي، أو قالت حزبي، وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. وعن إبراهيم قال: كان أحدهم إذا بقي عليه في جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار،
أو قرأه من ليلة أخرى، وربما زاد عليه. وبعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ثم أبا موسى الأشعري إلى اليمن كانا يلتقيان، فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أتفوقه تفوق اللقوح، فكيف تقرأ أنت؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت كراي، فأقرأ ما كتب لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولقد تجلى حرص الصحابة على عدم الجفاء عن القرآن حتى في المعارك الطويلة التي كانت تمتد أياما. وأقدم لك أخي القارئ مثالا على ذلك في فتح بلاد فارس وانتصار المسلمين على الفرس في القادسية. فلقد كتب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بالفتح، قال فيه: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل الفرس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام وفي الفجاج، وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان، ورجال لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، وهم آساد في النهار لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم على من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. وفي فتوحات الشام كما أورد ابن كثير في البداية والنهاية، قال الوليد بن مسلم: أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه، قال: لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر، فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينما نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال: أنتم من العرب؟ قلنا: نعم. قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم، وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك أحدنا فلبث مليا ثم جاءه فقال: جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا، أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان. لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. فقال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم من لا طاقة لكم به. عنوان: واقعنا والجفاء عن القرآن. إذا تأملنا واقعنا مع القرآن وبيوتنا مع القرآن وليلنا مع القرآن، فسنوقن أننا قد تجافينا عنه. فمن النادر أن تجد من بيننا من يحافظ على حزبه، ولو حافظ عليه فبدون تدبر. ومن السهل أن تمر عليك الأيام والليالي دون الاقتراب من المصحف، وما أيسر التعلل بأي ظرف طارئ لترك التلاوة، ثم بعد ذلك نشتكي من قسوة القلوب وضيق الصدور وعدم التوفيق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن أخطائنا مع القرآن التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن. من أشد وأخطر الممارسات الخاطئة التي وقعنا فيها وتلبسنا بها واستدعت مزيدا من الحرمان من روح القرآن وأثره، التوجه الدائم نحو الكتب في تحصيل المعرفة وترك القرآن وعدم البدء به. وكأني أخي القارئ أشعر بك وأنت تتمتم قائلا: وما الضير في ذلك؟ أليست الكتب النافعة هي مصدر تحصيل العلم والمعرفة؟ ألم يكن هذا فعل أبناء الأمة على مر عصورها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تستلزم طرح بعض النقاط التي تشكل منطلقا أساسيا لفهم قضية التعامل مع الكتب وعلاقتها بالقرآن العظيم، والتي تتناول الحديث عن قدره وقيمته العلمية ومكانة السنة النبوية وأهمية الكتابة والكتب، شريطة ألا تتعدى القرآن وتحتل مكانه. عنوان: قيمة القرآن العلمية. لقد اختص الله عز وجل الأمة بأعظم رسالة،
فقد أنزل إليها القرآن العظيم الذي يحوي كل ما يحتاجه الفرد من العلم النافع اللازم لنجاحه في اختبار العبودية لله جل شأنه. فالقرآن يعد بمثابة أعظم أستاذ وأهم مصدر للعلم على وجه الأرض. يقول تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، سورة الأنبياء. وهو المنبع الصافي العذب الزلال لتحصيل العلم والإيمان. يقول تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، سورة العنكبوت. فلا يوجد للقرآن مثيل. يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، سورة النحل. فحق على من تعلم القرآن كما يقول الضحاك أن يكون فقيها. يقول تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، سورة آل عمران. وصدق عبد الله بن مسعود إذ قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعاملون مع القرآن على هذا الأساس. يقول التابعي الجليل مسروق بن الأجدع: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن. وعندما بكى الحارث بن عميرة عند احتضار معاذ بن جبل رضي الله عنهما وسئل عن بكائه قال: إنما أبكي لما يفوتني منك من العلم. فقال له معاذ: إن الذي تبتغي من العلم بين لوحي المصحف. انتهى. وكيف لا، وكما يقول القرطبي بأن القرآن حوى جميع العلوم، فمن قرأه بتدبر وفهم وعمل بمقتضاه فقد حصل الغاية القصوى التي ليس لأحد وراءها مرمى. روى أبو إسماعيل الهروي أنه ما خطب عمر بن عبد العزيز على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: تعلموا القرآن وعلموه، فبه فقه الفقهاء، وبه علم العلماء، وهو غاية كل فقه. انتهى. عنوان: تبيانا لكل شيء. وفي كتابه الإتقان في علوم القرآن أفرد الإمام السيوطي بابا لهذا المعنى سماه: العلوم المستنبطة من القرآن الكريم. قال فيه: قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، فقيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. انتهى. قال البيهقي: يعني أصول العلم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. وقال الإمام الشافعي أيضا: ليس التنزيل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الحافظ السيوطي: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها. انتهى. عنوان: مكانة السنة النبوية. السنة النبوية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، وهي تابعة له تشرحه وتبين ما أجمل فيه. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل. وهي الوحي الثاني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فعندما نتحدث عن القرآن فالسنة تلحق به بالتبعية. يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله: السنة والكتاب توأمان لا ينفكان، ولا يتم التشريع إلا بهما جميعا، والسنة مبينة للكتاب وشارحة له وموضحة لمعانيه ومفسرة لمبهمه، فهي من الكتاب بمنزلة الشرح له، يفصل مقاصده ويتم أحكامه. وقد أتى رجل إلى عمران بن حصين رضي الله عنه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدث عن كتاب الله ولا تحدث عن غيره. فقال عمران بن حصين: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله تعالى صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله قد أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. انتهى. عنوان: عقوبة متوقعة. عندما يكون القرآن بهذا القدر العظيم عند الله عز وجل، والذي ذكرنا نزرا يسيرا منه، وعندما يختص الله به المسلمين دون غيرهم من الأمم السابقة، ثم يتركونه إلى غيره بحثا عن المعرفة والهداية والتغيير، فماذا تظن أن تكون النتيجة؟ ألا توافقني أن هناك عقوبة لا بد أن تقع؟ فلو تخيلنا أن عالما وأستاذا عظيما في الهندسة مثلا أراد أن يكتب كتابا مبسطا يشرح فيه فرعا من العلوم التي نبغ فيها والذي يحتاجه طلاب الهندسة احتياجا شديدا، وأنفق من وقته وماله الكثير في سبيل إتمام هذا الكتاب، ثم قام بتوزيعه على الطلاب بالمجان حبا فيهم ورغبة في إفادتهم وعدم تشتتهم، فإذا به يجدهم غير مبالين بكتابه وغير مهتمين به، بل يؤثرون عليه كتبا أخرى أقل في المحتوى والقيمة والإفادة منه، فما ظنك برد فعله؟ هل سيستمر في توزيع كتابه عليهم؟ وهل ستستمر طريقة تعامله معهم على ما كانت من قبل؟ هذا المثال الذي إذا ما حدث بيننا يجعلنا لا نستنكر ما قد يقوم به هذا العالم في التعبير عن غضبه تجاه كتابه، والذي قد يدفعه إلى حجب الكتاب عن الطلبة وحرمانهم منه. ولله المثل الأعلى، فكيف بالقرآن العظيم الذي أنزله رب العالمين ليكون لهم معلما ونذيرا وهاديا وشافيا بإذنه، ألا تتوقع أن يغضب الله لكتابه؟ عنوان: القرآن في واد والناس في واد. كلما تعودنا البحث في الكتب لطلب العلم والمعرفة، ازداد تقليلنا لشأن القرآن وقيمته العلمية والإيمانية دون أن نشعر. فالترتيب الطبيعي أن تتجه العقول والقلوب نحو القرآن العظيم بتلقائية عند البحث عن موضوع ما، فإن لم نجد بحثنا في السنة، ثم ننتقل إلى الكتب الأخرى إذا أردنا معرفة بعض المعاني الغامضة علينا أو ما كان فيه التباس واستشكال على عقولنا. فإذا لم يحدث ذلك وتعود المرء على التوجه مباشرة نحو الكتب لطلب العلم والمعرفة لأمر ما، فإن ذلك يؤدي تدريجيا إلى تخفيف قدر القرآن في قلبه وإضعاف الثقة فيه، وكلما ضعفت الثقة زاد البعد وقلت الهيبة وكثر الامتهان. كل ذلك من شأنه أن يستدعي العقوبة من الله عز وجل بمزيد من إبعاد روح القرآن وتأثيره، حتى لا يقدر المسلمون منه على شيء، وبتعاقب الأجيال وعدم القدرة على تحصيل شيء من أثر القرآن وروحه، يتسرب تدريجيا في نفوس المسلمين أن ما نفعله مع القرآن هو الصحيح، ويجتهدون في ربط كل ما ورد عن فضائل القرآن بما يفعلونه، ويتوهمون أن القرآن يعطيهم سعة في الرزق أو بركة في العمر أو صلاحا للأولاد، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القرآن في واد وهم في واد آخر. انتهى. عنوان: انحراف بني إسرائيل. لقد كان انحراف بني إسرائيل عن صراط الله ماثلا دوما في مخيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتأمل لأحاديثه عنهم يستشعر هذا الأمر،
وكان صلى الله عليه وسلم شديد الانتباه والحذر من وقوع أمة الإسلام فيما وقعت فيه بنو إسرائيل من أخطاء، والتي كان من أبرزها إهمالهم التوراة وانشغالهم بكتب علمائهم كما سيأتي بيانه. من هنا ندرك بعضا من أسباب تشديده صلى الله عليه وسلم للصحابة على عدم الكتابة خلفه والاكتفاء بحفظ أحاديثه. ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على نهجه كما سنرى بعون الله، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وكما ورد في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتهى. عنوان: جواز الكتابة وتدوين العلم. اتفقت الأمة على جواز الكتابة وتدوين العلم، وهذا كلام صحيح. وعللوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة بأسباب وجيهة، منها ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم بقوله: فقد ثبت أن كراهة من كره الكتابة في الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهي بكتاب الله غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه. ونهي عن الكتب القديمة أن تتخذ، لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى منها وصار مهيمنا عليها. وقال النووي في الشرح عن القاضي عياض أنه قال: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزوال ذلك الخلاف. وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين: أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، ثانيهما لئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ. كل هذا صحيح ونتبناه، وأغلب ما ذكره العلماء الثقات في هذا الشأن صحيح كذلك، ولكن يبقى السبب الأهم في النهي عن الكتابة والخوف على القرآن وعدم إضعاف الثقة فيه. عنوان: هل تجاوب المسلمون مع تحذيرات الصحابة؟ مما يدعو للأسف أن تحذيرات الصحابة رضوان الله عليهم لمن بعدهم لم تقع مواقعها الصحيحة في نفوسهم، وبدأ الاهتمام التدريجي بالكتب، وكان ذلك على حساب القرآن وقدره في نفوسهم. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: هجر المسلمون القرآن إلى الأحاديث، ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة، ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدين، وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالا على الإسلام وأهله. روى ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم قال: يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت، لا ينتفع بما فيه، وتكون أعمال الناس بالروايات والأحاديث. عنوان: النتائج الوخيمة. عندما هجر القرآن كمصدر متفرد للعلم والإيمان، احتاج الناس إلى بدائل، وظهرت الكثير من القضايا الشائكة التي حسمتها آيات القرآن، وتغيرت مفاهيم كثيرة كمفهوم العلم والفقه والتعامل مع الآيات المتشابهة، ووقعت الأمة في منزلق علم الكلام والمناظرات، وتغيرت الأوزان النسبية لمواضيع العلم، فما أعطاه القرآن حجما قليلا تم التوسع فيه كالأحكام الفقهية، وما توسع فيه القرآن لم ينل الاهتمام الكافي من العلماء كالسنن الحاكمة للكون والحياة وقيام الأمم وهلاكها. عنوان: ليست دعوة لترك الكتب. إن المقصد من طرح هذه المسألة الخطيرة ليس ترك الكتب، ولكن إدراك خطورة الانكباب عليها من دون القرآن، والتوجه الدائم نحوها قبل القرآن حين يريد المرء البحث عن معلومة يحتاجها. فالمطلوب أن يكون القرآن هو المصدر الأساس والرئيس للتلقي، وأن تتجه العقول والقلوب نحوه بصورة تلقائية عند إرادة البحث عن موضوع ما، وأن تكون آيات القرآن العظيم هي المادة الأولى والأساسية التي يستقى منها الدليل والمدلول العناصر وشرحها، مع الأخذ في الاعتبار أن السنة تأخذ حكم القرآن كما أسلفنا. فإن قلت: ومتى أتوجه إلى الكتب؟ نتوجه إلى الكتب بعد البدء بالقرآن والسنة، وذلك لمعرفة معنى دق علينا فهمه، أو التأكد من صحة فهمنا لمعنى من المعاني، أو التعرف على ما لم نفهمه من القرآن وفهمه غيرنا. عنوان: استنباط الأحكام الشرعية. إن أغلب آيات القرآن تحتوي على معان هادية ترسم للمسلم طريق النجاح في اختبار العبودية لله عز وجل، وهناك نسبة ضئيلة من الآيات لا تتجاوز العشر،
تتناول الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها من ناحية الحل والحرمة، كأحكام الطهارة والصلاة والصوم والحج والزواج والطلاق والبيوع. وما نقصده من التوجه للقرآن أولا عند إرادة البحث في موضوع ما، إنما نقصد به المعاني الهادية فقط. أما ما يخص الأحكام الشرعية فلا ينبغي لنا أن نقفز مباشرة إلى آيات القرآن لنستنبطها منها، فهذا لا يجوز لنا وليس من اختصاصنا بل من اختصاص الفقهاء، فعلينا أن نرجع لكتبهم ونعرف من خلالها الحكم الشرعي الصحيح في المسألة التي نبحث عنها. وليس معنى ذلك هو عدم تدبر الآيات، بل المقصود هو عدم استنباط الأحكام الشرعية منها، وأن يكون تدبرها في حدود التعرف على المعاني الهادية التي تدل عليها. عنوان: نظرة على الواقع. لو قمنا بمقارنة ما قيل آنفا عن القيمة العلمية للقرآن وما ينبغي علينا أن نفعله معه مع ما يحدث في الواقع، لوجدنا بونا شاسعا بينهما. فالملاحظ بوضوح أن عقولنا تتجه للوهلة الأولى نحو الكتب بفروعها المختلفة عند إرادة البحث في موضوع ما، وأن أقصى ما يعمل مع القرآن هو الاستشهاد على صحة الكلام المنقول من الكتب بآية أو بضع آيات. وهذا يعد أمرا خطيرا وامتهانا للقرآن، من شأنه أن يستدعي غضب الله عز وجل لكتابه. عنوان: من أخطار هجر القرآن. من هنا نقول بأن التوجه الدائم لعقولنا نحو الكتب من أشد الأخطاء التي وقعنا فيها، كيف لا وهو يؤدي إلى إضعاف الثقة في القرآن شيئا فشيئا كمنبع أصيل لتحصيل العلم والإيمان والشفاء، مما يستدعي العقوبة الإلهية بمزيد من الحرمان من روح القرآن وأثره المزلزل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث زياد بن لبيد الذي مر علينا: هذا أوان يختلس فيه العلم حتى لا يقدر منه على شيء. انتهى. فيزداد تبعا لذلك تشتت المسلمين واضطرابهم وقسوة قلوبهم وعدم شعورهم بالتغيير الحقيقي، مما يدفعهم للبحث عن مصادر يجدون فيها ما يروي ظمأهم ويرقق قلوبهم ويزيدهم علما ومعرفة، فيزداد توجههم نحو الكتب فيستدعون بذلك عقوبة جديدة من الله عز وجل بمزيد من البعد عن القرآن، وهكذا حتى تصبح المسافة شاسعة بين القلوب وبين القرآن، ومن ثم تزداد الصعوبة في العودة إليه. فإن كنت أخي القارئ في شك من هذا فاقرأ معي هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما المثناه؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. ولو تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ويقرأ بالقوم المثنات ليس فيهم أحد ينكرها، وأسقطنا ذلك على الواقع لانطبق عليه انطباقا تاما: وإنا لله وإنا إليه راجعون. أشعر بك أخي القارئ وأنت لا تكاد تصدق هذا الكلام، ولكنها الحقيقة الصادمة، ويؤكده تعليق المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله على هذا الحديث بقوله: هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء، وبخاصة ما يتعلق بالمثنات، وهي كل ما كتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار السلفية. عنوان: رحلة مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الكتابة. هذه النقاط السابقة تشكل منطلقا أساسيا للفهم الصحيح لخطأ التوجه الدائم نحو الكتب من دون القرآن، ومن خلالها يزداد فهمنا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في التحذير الدائم من الانشغال بالكتب عن القرآن. وكما ذكرنا آنفا بأن كلام العلماء في تحليلهم لأسباب ذلك التحذير صحيحة ونتبناها، وأن الأمة اتفقت على الكتابة، ولكن يبقى السبب الأهم الذي لم ينل الاهتمام الكافي من العلماء هو تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده على القرآن، وألا ينازعه كتاب آخر في الاهتمام والتقدير فيحدث للأمة ما حدث لبني إسرائيل. والجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح للبعض الكتابة،
ولكن على سبيل الاستثناء، وهذا يؤكد عدم تحريم الكتابة والكتب. وبعون الله سيتناول الحديث هذا الأمر بشيء من التفصيل حتى تكتمل الصورة. وإليك أخي القارئ بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد حرصه صلى الله عليه وسلم على القرآن وتخوفه عليه وشدة حرصه ألا ينازعه غيره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي، قال همام أحسبه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: أكتابا غير كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله. قال أبو هريرة: فقلت: أنتحدث عنك يا رسول الله؟ قال: نعم، تحدثوا عني ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عنوان: مع عمر بن الخطاب وكيف تأثر بهذا الأمر. جاء عمر بن الخطاب يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعن خالد بن عرفطة قال: إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر، أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس، فقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف. فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثا، فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه ولا تقربه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال له: اجلس. فجلس بين يديه، فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، كتاب انتسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الأنصار: أغضب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا ولا يقربكم المتهوكون. قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا من هذه الأحاديث وغيرها الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما توجه للقراءة في غير القرآن ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم له وغضبه الشديد من فعله، جعله يزداد حذرا وخوفا من القراءة في غير القرآن، لدرجة أنه في المرض الأخير للرسول صلى الله عليه وسلم،
وطلبه صلى الله عليه وسلم ممن حوله من الصحابة أن يأتوه بصحيفة يكتب لهم فيها بعض الوصايا حتى لا يضل بعده، فما كان من عمر إلا أن ذكر الجميع بالقاعدة التي رباه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا كتاب الله حسبنا. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. انتهى. عنوان: لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. عند النظر في سيرة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما نجد بوضوح حرصهما على تطبيق هذا النهج. روى الحاكم بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 500 حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها. وعن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار. ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب. وعن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام معجب. قال: من كتاب الله؟ قال: لا. فدعا بالدرة فجعل يضربه بها وجعل يقرأ قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى قوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، سورة يوسف. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم. عنوان: كلامكم شر الكلام. وعن السائب بن يزيد أنه سمع ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن حديثكم شر الحديث، وإن كلامكم شر الكلام، فإنكم قد حدثتم الناس حتى قيل: قد قال فلان وقال فلان، ويترك كتاب الله عز وجل. من كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. عنوان: فإنك قد قرأت الكتب. عن سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير وهو جالس في الحجر، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها يعني مكة، ويحل به يعني الحرم المكي رجل من قريش، يحلها ويحل به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. قال: فانظر ألا تكون هو يا ابن عمرو، فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمرو: فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا. وعن عبد الله بن يسار قال: سمعت عليا يخطب يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وعن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟
قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. فقلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، سورة الجن، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. انتهى. كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم يقاومون رغبات العديد من أبناء الجيل التالي لهم في القراءة في الكتب، لأنهم يعلمون تبعات ذلك من إضعاف قدر القرآن في القلوب وذهاب هيبته منها، ومن ثم استدعاء العقوبة الإلهية، ويعلمون كذلك أن بني إسرائيل قد ضلت عندما انشغلت بكتب علمائها وتركت التوراة والإنجيل. فعن أبي نضرة قال قلنا لأبي سعيد لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظ. قال لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم. وعن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا معجبا، فلو اكتتبناه؟ فقال لن أكتبكموه ولن أجعله قرآنا. انتهى. عنوان هذا كلام أخيك أبي الدرداء. جاء رجل من أهل الشام إلى عبد الله بن مسعود ومعه صحيفة فيها كلام من كلام أبي الدرداء أو قصص من قصصه، فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تنظر ما في هذه الصحيفة من كلام أخيك أبي الدرداء؟ فأخذ الصحيفة فجعل يقرأ فيها وينظر حتى أتى منزله، فقال يا جارية ائتني بالإجالة مملوءة ماء، وهي إناء تغسل فيه الملابس، فجاءت به فجعل يدلكها ويقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص سورة يوسف. وعن أشعب بن سليم عن أبيه قال كنت أجالس أناسا في المسجد فأتيتهم ذات يوم فإذا عندهم صحيفة يقرؤونها فيها ذكر وحمد وثناء على الله عز وجل فأعجبتني، فقلت لصاحبها أعطنيها فأنسخها، فقال فإني واعدت بها رجلا فأعد صحفك فإذا فرغ منها دفعتها إليك، فأعددت صحفي فدخلت المسجد ذات يوم فإذا غلام يتخطى الخلق يقول أجيبوا عبد الله بن مسعود في داره، فانطلق الناس فذهبت معهم فإذا تلك الصحيفة بيده، وقال ألا إنما في هذه الصحيفة فتنة وضلالة وبدعة، وإنما هلك من كان قبلكم من أهل الكتاب باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله، وإني أحرج على رجل يعلم منها شيئا إلا دلني عليه، فوالذي نفس عبد الله بيده لو أعلم منها صحيفة بدير هند لأتيتها ولو مشيا على رجلي، فدعا بماء فغسل تلك الصحيفة. وكان ابن مسعود يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل. وعن مرة قال بينما نحن عند عبد الله إذ جاء ابن قرة بكتاب قال وجدته بالشام فأعجبني فجئتك به، قال فنظر فيه عبد الله ثم قال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم، قال ثم دعا بطست فيه ماء فماثه فيه ثم محاه. انتهى. عنوان القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال أصبت أنا وعلقمة صحيفة فانطلقنا بها إلى عبد الله فجلسنا بالباب وقد زالت الشمس أو كادت أن تزول، فاستيقظ فأرسل الجارية فقال انظري من بالباب،
فرجعت إليه فقالت علقمة والأسود، فقال ائذني لهما، فدخلنا. قال كأنكم قد أطلتم الجلوس في الباب. قال أجل. قال فما منعكما أن تستأذنا؟ قال خشينا أن تكون نائمة. قال ما أحب أن تظنوا بي هذا، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل. قلنا هذه صحيفة فيها حديث عجيب. فقال هاتها يا جارية، هات الطست، اسكبي فيها ماء. فجعل يمحوها بيده ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص، سورة يوسف. قلنا انظر إليها فإن فيها حديثا حسنا. فجعل يمحوها ثم قال إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، انتهى. وعن أبي الشعثاء سليم بن أسود قال كنت أنا وعبد الله بن مرداس فرأينا صحيفة فيها قصص وقرآن مع رجل من النخع، قال فواعدنا المسجد. قال فقال عبد الله بن مرداس أشتري صحفا بدرهم، وإنا لقعود في المسجد ننتظر صاحبنا، إذ رجل فقال أجيب عبد الله يدعوكم. قال فتقوضت الحلقة فانتهينا إلى عبد الله بن مسعود، فإذا الصحيفة في يده، فقال إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أحسن الحديث كتاب الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإنكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فإنما أهلك أهل الكتابين قبلكم مثل هذه الصحيفة وأشباهها، توارثوها قرنا بعد قرن حتى جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فأنشد الله رجلا علم مكان صحيفة إلا أتاني، فوالله لو علمتها بدير هند لانتقلت إليها. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال كنا نسمع الشيء فنكتبه، ففطن لنا عبد الله فدعا أم ولده ودعا بالكتاب وبإجانة من ماء فغسله، انتهى. وعن مسروق قال حدث ابن مسعود بحديث، فقال ابنه ليس كما حدثت. قال وما علمك؟ قال كتبته. قال فهلم الصحيفة، فجاء بها فمحاها، انتهى. عنوان وإن تطعني تمحه. وعن سعيد بن أبي الحسن قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مروان زمنه على المدينة أراد أن يكتبه حديثه فأبى، وقال أروا كما روينا، فلما أبى عليه تغفله فأقعد له كاتبا لقنا ثقفا ودعاه، فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب الكاتب حتى استفرغ حديثه أجمع. قال ثم قال مروان تعلم أنا قد كتبنا حديثك أجمع؟ قال وقد فعلتم؟ قال نعم. قال فقرأوه علي إذن. قال فقرأوه عليه. فقال أبو هريرة أما إنكم قد حفظتم وإن تطعني تمحه، قال فمحاه. وعن أبي بردة قال كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فنقوم أنا ومولى لي فنكتبها، فحدثنا يوما بأحاديث فقمنا لنكتبها، فظن أن نكتبها، فقال أتكتبان ما سمعتما مني؟ قلنا نعم. قال فجيئاني به، فدعا بماء فغسله، وقال احفظوا عنا كما حفظنا، انتهى. عنوان إنما ضل من كان قبلكم بالكتب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت طاووسا يقول لما عمي ابن عباس جعل ناس من أهل العراق يسألونه ويكتبون، قال فجاء إنسان من أهله فالتقم أذنه فلم يتكلم حتى قام، أي حدثه بحديث لا يسمعه غيره، والظاهر أنه أخبره أن أناسا يكتبون ما يقوله فسكت عن التحديث. عنوان كفى به واعظا. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص
إن من أشراط الساعة أن يبسط القول ويخزن الفعل، وإن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، وإن من أشراط الساعة أن تقرأ المثنات على رؤوس الملأ لا تغير. قيل: وما المثناه؟ قال: ما استكتب من غير كتاب الله. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وكيف بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلوه، وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن كان يعقل. انتهى. عنوان: التشخيص الدقيق. وقد انتبه بعض السلف من الأجيال اللاحقة للصحابة لهذه القضية الخطيرة، فعن حماد بن زيد قال: قال لي ابن عون: إني أرى هذه الكتب يا أبا إسماعيل ستضل الناس. وقال إسماعيل بن علي: إنما كرهوا الكتاب لأن من كان قبلكم اتخذوا الكتب فأعجبوا بها، فكانوا يكرهون أن يشتغلوا بها عن القرآن. وعن ابن سيرين قال: كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس ويقول: يشبه بالمصاحف. وعن الضحاك قال: لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف. انتهى. عنوان: ضيعتم كتاب الله وطلبتم كلام فضيل. عن أبي نصر سعيد الرملي قال: أتينا الفضيل بن عياض بمكة فسألناه أن يملي علينا، فقال: ضيعتم كتاب الله عز وجل وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة، لو تفرغتم لكتاب الله عز وجل لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليم القرآن شغلا لأعمالكم وأعمال أولادكم وأولاد أولادكم. ويلخص عون بن عبد الله خطورة اللهف وراء كلام الرجال وأحاديثهم على علاقتنا بالقرآن فيقول: مثل الذي يطلب الأحاديث ويترك القرآن مثل رجل أخذ باب زريبة فيها غنم فمرت به الظباء، فاتبعها يدركها فلم يدركها، فرجع فوجد غنمه قد خرجت، فلا هذه أدرك ولا هذه أدرك. عنوان: لكي تكتمل الصورة. ولكي تكتمل بعون الله الصورة، ولا يظن البعض أننا نبرز وجهة نظر واحدة تؤيد ما نقوله، سنضع بين يديك أخي القارئ في الأسطر القادمة بعض الأحاديث والآثار التي تبين جواز الكتابة وتقييد العلم. وكما أسلفنا فهذا هو الرأي الذي نتبناه بأهمية الكتابة وكذلك اقتناء الكتب والقراءة فيها، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب القرآن. فكل ما نقصده هو أن يكون التوجه التلقائي الأول نحو القرآن عند إرادة البحث عن موضوع ما، ثم يكون بعد ذلك التوجه نحو الكتب. عنوان: اكتبوا لأبي شاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. فقام أبو شاه وهو رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحسن بن علي يدعو بنيه وبني أخيه فقال: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه فليكتبه وليضعه في بيته. وكان أنس بن مالك يقول لبنيه: يا بني قيدوا هذا العلم. انتهى. عنوان: الخطيب البغدادي يجمع بين الأمرين. وقد أورد الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عن أبي سعيد الخدري قوله: ما كنا نكتب شيئا غير القرآن والتشهد. ويعلق عليه فيقول: وأبو سعيد هو الذي روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه.
ثم هو يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد. وفي ذلك دليل على أن النهي عن كتب ما سوى القرآن إنما كان على الوجه الذي بيناه، من أن يضاهى بكتاب الله تعالى غيره، وأن يشتغل عن القرآن بسواه. فلما أمن ذلك ودعت الحاجة إلى كتب العلم لم يكره كتبه، كما لم تكره الصحابة كتب التشهد، ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم في أن الجميع ليس بقرآن، ولن يكون كتب الصحابة ما كتبوه من العلم وأمروا بكتبه إلا احتياطا، كما كان كراهتهم لكتبه احتياطا، والله أعلم. عنوان: أليس الذي بين أيدينا، أي ونقرأه الآن، أليس الذي بين أيدينا كتاب غير القرآن؟ من المتوقع أن يقفز إلى ذهنك أخي القارئ تساؤل في محله، وهو إن الذي بين أيدينا كتاب غير القرآن، فلماذا يطرح الكاتب هذه المسألة ويدعو إلى الانشغال بالقرآن عما سواه؟ ألا يعتبر ذلك تناقضا بين قوله وفعله؟ والإجابة عن هذا التساؤل تتلخص في أن الذي يدفعني لذلك هو دلالة نفسي والناس إلى أهمية القرآن وإلى معانيه، والعمل على زيادة الثقة فيه حتى تعود قيمته الحقيقية إلى نفوس المسلمين، وأن يصبح قبلتهم في طلب العلم والإيمان والتغيير، والله أعلم بالسرائر، وكفى بالله شهيدا. عنوان: هل يكفي كتاب الله لتحصيل العلم؟ فإن قلت: ولكن هل يكفي التعامل مع القرآن لتحصيل ما يحتاجه المسلم من علوم؟ كان الجواب: القرآن العظيم يحتوي على العلم النافع المقرب لله عز وجل الذي يحتاجه المسلم لتحصيل العبودية والسعادة في الدارين، مع التأكيد بأن السنة تابعة له مفصلة لما أجمل فيه وشارحة له. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل. وكذلك فإن معرفة السيرة النبوية من الأهمية بمكان، كتطبيق عملي للقرآن وتعميق فهمه من خلال الجيل الذي انتفع به، وأيضا معرفة تفاصيل الأحكام العملية التي يحتاجها المسلم وهو ما يطلق عليه الفقه، وكذلك التعرف على فقه الواقع ومخططات الأعداء إلى غير ذلك. كل هذا حسن، ولكن الخطأ يكمن في الانبهار والانغماس في هذه الكتب وهجر الانتفاع بالقرآن. ويكفي في بيان خطورة ذلك رصد شعورك وأنت متجه إلى قراءتها ومقارنته بشعورك وأنت متجه للقرآن. ونعود فنكرر أنه لو كان الانكباب والاهتمام والانبهار بالقرآن هو الأساس، والقراءة في الكتب الأخرى على سبيل الاستئناس، فلا بأس بذلك. بكى الحارث بن عميرة عندما احتضر معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: إنما أبكي لما يفوتني منك من العلم. فقال معاذ رضي الله عنه: إن الذي تبتغي من العلم بين لوحي المصحف. انتهى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره. وعن الحسن قال: كان رجل يكثر غشيان باب عمر رضي الله عنه، فقال له: اذهب فتعلم كتاب الله. فذهب الرجل ففقده عمر، ثم لقيه فكأنه عاتبه فقال: وجدت في كتاب الله ما أغناني عن باب عمر. وعندما سمع الناس بالمدائن أن سلمان رضي الله عنه بالمسجد فأتوه، فجعلوا يثوبون إليه حتى اجتمع نحو 1000، فقام فجعل يقول: اجلسوا اجلسوا. فلما جلسوا فتح سورة يوسف يقرأها، فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي في نحو من 100، فغضب وقال: الزخرف من القول أردتم؟ قرأت عليكم كتاب الله فذهبتم. انتهى. عنوان: القرآن هو المقصود الأعظم. ويؤكد الحافظ ابن رجب على هذا المعنى فيقول: إن المقصود الأعظم هو القرآن، وإن التفرغ لتلاوته وتدبره وفهم معانيه ومقاصده والعمل بذلك هو الأهم، وتطلب ذلك من الحديث النبوي والآثار. وهذا سبيل علماء الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن حذى حذوهم من سلف الأمة والأئمة الكبار. بل إن الحافظ ابن رجب صنف كتابا سماه: الاستغناء بالقرآن في طلب العلم والإيمان. عنوان: الأستاذ المهمل في بيته. إننا نتمنى أن يكون الاهتمام والانبهار بالقرآن كالكتب الأخرى ولو مؤقتا في المرحلة الأولى من رحلة العودة إلى القرآن،
ثم ينتقل إلى مكانه الصحيح بعد ذلك. فللأسف أصبح القرآن كالأستاذ العظيم المهمل في بيته وبين أبنائه. وهذا الوصف أستعيره من كلام أبي الحسن الندوي وهو يتحدث عن العوامل التي أثرت في بناء شخصية محمد إقبال، فعندما تحدث عن القرآن كعامل محوري في ذلك قال: لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين، ولكن ليس الشأن في وجود الأستاذ وكونه بمتناول اليد من تلاميذه، وإنما الشأن في معرفته وتقديره وإجلاله والإفادة منه، وإلا لكان أبناء البيت ورجال الأسرة وأهل الحي أسعد بعالمهم وأكبر انتفاعا من غيرهم. ولكن بالعكس من ذلك، رأينا أن العالم الكبير والحكيم الشهير والمؤلف العظيم ضائع في بيته مهجور في داره، يزهد فيه أولاده ويستهين بقيمته أفراد أسرته. لا تذهب بكم الظنون ولا يبعد بكم القياس أيها الإخوان، فذلك الأستاذ العظيم هو القرآن الكريم الذي أثر في عقلية إقبال وفي نفسه ما لم يؤثر فيه كتاب ولا شخصية، ولكنه أقبل على قراءة القرآن إقبال رجل حديث العهد بالإسلام، فيه من الاستطلاع والشوق ما ليس عند المسلمين الذين ورثوا هذا الكتاب العجيب فيما ورثوه من مال ومتاع ودار وعقار. وقد وصل هذا المهتدي إليه بشق الأنفس وعلى جسر من الجهاد والتعب. كان سرور محمد إقبال باكتشاف هذا العالم الجديد من المعاني والحقائق أعظم من سرور كولومبوس لما اكتشف العالم الجديد ونزل على شاطئه. أما الذين ولدوا ونشأوا في هذا العالم الجديد فكانوا ينظرون إلى كولومبوس وأصحابه باستغراب ودهشة، ولا يفهمون معنى لما كان يخامرهم من سرور وفرح، فإنهم لا يجدون في هذا العالم شيئا جديدا. عنوان: قراءة محمد إقبال للقرآن. ويستطرد الندوي رحمه الله قائلا: لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن تختلف عن قراءة الناس، ولهذه القراءة الخاصة فضل كبير في تذوقه للقرآن واستطعامه إياه. وقد حكى قصته لقراءة القرآن قال: كنت تعمدت أن أقرأ القرآن صباح كل يوم، وكان أبي يراني فيسألني ماذا أصنع، فأجيبه أقرأ القرآن، وظل على ذلك 3 سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي. وذات يوم قلت له: ما بالك يا أبي تسألني نفس السؤال وأجيبك جوابا واحدا، ثم لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك يا ولدي، اقرأ القرآن كأنما نزل عليك. ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه، فكان من أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت. ولم يزل محمد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا يغوص في بحر القرآن ويطير في أجوائه ويجوب في آفاقه، فيخرج بعلم جديد وإيمان جديد وإشراق جديد وقوة جديدة. وكلما تقدمت دراسته واتسعت آفاق فكره ازداد إيمانا بأن القرآن هو الكتاب الخالد والعلم الأبدي وأساس السعادة ومفتاح الأقفال المعقدة وجواب الأسئلة المحيرة، وأنه دستور الحياة ونبراس الظلمات. ولم يزل يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى التدبر في هذا الكتاب العجيب وفهمه ودراسته والاهتداء به في مشكلات العصر واستفتائه في الأزمات المدنية وتحكيمه في الحياة والحكم، ويعتب على المسلمين إعراضهم عن هذا الكتاب الذي يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. يقول في مقطوعة شعرية: إنك أيها المسلم لا تزال أسيرا للمتزعمين للدين والمحتكرين للعلم ما لم تستمد حياتك من حكمة القرآن رأسا. إن الكتاب الذي هو مصدر حياتك ومنبع قوتك لا اتصال لك به إلا إذا حضرتك الوفاة، فيقرأ عليك سورة ياسين لتموت بسهولة، فوا عجبا، قد أصبح الكتاب الذي أنزل ليمنحك الحياة والقوة يتلى الآن لتموت براحة وسهولة. وقد أصبح محمد إقبال بفضل هذه الدراسة العميقة والتدبر لا يفضل على هذا الكتاب شيئا، ولا يعدل به هدية لأغنى رجل في العالم وأعظم الرجال علما وعقلا. ولذلك لما دعاه نادر خان ملك أفغانستان إلى كابل ونزل ضيفا عليه، أهدى محمد إقبال إلى الملك نسخة من القرآن وقدمها إليه قائلا: إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق، في ضميره الحياة، وفيها نهاية كل بداية، وبقوته كان علي رضي الله عنه فاتح خيبر. فبكى الملك وقال:
لقد مر على نادر خان زمان وما له أنيس سوى القرآن، وهو الذي فتحت قوته كل باب. عنوان: ومن أشد الممارسات الخاطئة في القرآن الإسراع في حفظ حروفه مع عدم العمل به. من أخطر الممارسات التي ساهمت في فتح القرآن وتخفيف هيبته في القلوب الإسراع في حفظ حروفه، فقد رسخ في أذهان المسلمين ضرورة حفظ القرآن بعضه أو كله، وأن مجرد حفظ حروف القرآن ترفع صاحبها في الدنيا والآخرة وتجعله من أهل القرآن ورفيقا للسفرة الكرام البررة، وأنه سيستمر في الارتقاء في درجات الجنة حتى آخر آية كان يحفظها، وأنه سيقدم في الإمامة والرئاسة، وأنه سيتوج يوم القيامة بتاج الكرامة وحلة الكرامة، وأنه 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 وغير ذلك مما ورد في أحاديث فضل القراء. فأدى ذلك إلى حرص الكثير من المسلمين على حفظه شكلا لا موضوعا، وإن فات بعضهم ذلك فإنك تجدهم شديد الحرص على إلحاق أولادهم بحلقات التحفيظ وبالمدارس التي تعتني بتحفيظه، فإن لم يتيسر للبعض هذا الشكل قام بالتعاقد مع بعض المحفظين للقيام بذلك مع أبنائهم في منازلهم، يبذلون هذا الجهد والأمل يحدوهم نحو التمتع بفضائل حفظ القرآن، وأنه أفضل وسيلة لتربية أولادهم على الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن. عنوان: ما الضير في حفظ حروف القرآن؟ فإن قلت: وما الضير في ذلك؟ الإجابة أنه لا ضير في حفظ ألفاظه والعمل به، ومن ثم المكث في تعلمها فترة من الزمن كما كان يفعل الصحابة. أما حفظ حروفه فقط فإن فيه كثيرا من البأس، فهو يعد بمثابة دليل الإدانة الذي يدين صاحبه أمام الله عز وجل بأنه يعرف الصواب ولا يعمل به. نعم، أغلبنا يعرف الصواب ولا يعمل بالكثير منه، ولكن الذي يحفظ النصوص الدالة على ذلك تقام الحجة عليه أكثر ممن لا يحفظ، وإن كان التقصير يشمل الجميع. عنوان: أقوى الأدلة. عندما يمثل المتهم أمام المحكمة فإن أقوى الأدلة التي تدينه وتثبت عليه التهمة أكثر هي اعترافاته بارتكاب الأخطاء، أو كما يقولون: الاعتراف سيد الأدلة. لذلك فالذي يحفظ النصوص التي تحث على الإنفاق في سبيل الله ثم لا يعمل بها، بل تجده حريصا على المال شحيحا به، فإنه عندما يسأل يوم القيامة عن ماله وإنفاقه فإن الذي يثبت عليه التهمة أكثر وأكثر هو حفظه لتلك النصوص عن ظهر قلب. هذا المثال ينطبق على بقية الأعمال مثل الاختيال والتكبر والغرور وترك الجهاد والتهاون في أداء الصلاة وغيرها. ويكفيك أخي القارئ في تأكيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. انتهى. عنوان: منطلقات أساسية لفهم موضوع الحفظ. عندما نتحدث عن حفظ القرآن فلا بد أن نستحضر عدة نقاط تشكل منطلقات أساسية لفهم هذه القضية. عنوان: لماذا أنزل الله القرآن؟ من أهم النقاط التي ينبغي استحضارها حين التحدث عن حفظ القرآن هي الهدف من نزوله ووجوده بيننا، فلقد أنزل القرآن لإقامة الحجة على الناس وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وشفاء قلوبهم من الأمراض التي تبعدها عن الصحة. هذا المعنى يستدعي دوام الاتصال بالقرآن لتحصيل الهداية والشفاء والعلم والإيمان. هذا الاتصال قد يكون من خلال القراءة في المصحف أو عن ظهر قلب، فالمقصد هو تحصيل الفوائد المرجوة من القرآن. وبلا شك فإن وجود قدر من آيات القرآن في جوف المرء ضروري وأساسي للصلاة به ولقراءته عندما يحال بينه وبين المصحف، شريطة ألا يغيب المقصود الأعظم من التعامل مع القرآن. عنوان: قدر القرآن عند الله. إن القرآن الذي يحمل آيات الله ومعجزته العظيمة الخارقة له وضع خاص عنده سبحانه، لذلك لا يجوز التعامل الخاطئ معه، ولا يجوز الإعراض عنه أو الغفلة عن توجيهاته أو عدم تقديره حق قدره، فإن حدث ذلك كان العقاب الفوري منه سبحانه، كما قال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، سورة الإسراء. ومفهوم الظالمين كما أسلفنا يشمل من يضع آياته في غير موضعها، ومن ثم فالذي لا ينتفع بآيات القرآن ويغفل عنها يعرض نفسه لعقوبة الخسران. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويقول: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي سيصير القرآن إما يحاج الله عنا يوم القيامة أو يكون بمثابة دليل الإدانة علينا. ويؤكد هذا المعنى قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما جمع عددا من القراء في الكوفة وقال لهم: إن هذا القرآن كائن لكم ذكرى أو كائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه حتى يقذفه في نار جهنم. انتهى. عنوان: مفهوم حمل آيات القرآن ينبغي أن يتم تحريره. إن حمل آيات سورة ما يستلزم حفظ حروفها وفهم معانيها وحمل إيمانها والعمل بما تدل عليه، وذلك فترة من الزمن حتى يتم التخلق بها. فسورة الليل على سبيل المثال يمكن للواحد منا أن يحفظ حروفها في بضع دقائق، أما العمل بما تدل عليه من التعرف على السنن الجالبة للتيسير والسعادة وممارستها في واقع الحياة، والسنن الجالبة للتعسير والكآبة وتجنبها، وكذلك التعود على إنفاق المال في سبيل الله الذي تحث عليه آيات السورة، كل ذلك يحتاج إلى فترة من الزمن ليتحقق الحد الأدنى منه في ذات الإنسان. هذه الفترة قد تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين. فالذي يحمل السورة لابد أن يحملها لفظا ومعنا وإيمانا وعملا حتى يصبح حاملا لها على الحقيقة. فإن لم يحدث هذا واكتفى المرء بحمل الألفاظ فقط دون العمل بها، فلا يؤمن عليه أن يدخل في زمرة من يقول ولا يعمل، يتلو الآيات ولا يطبقها، فيكون ممن قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، سورة الجمعة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. انتهى. لأنهم حملوها لفظا ولم يحملوها معنا ولا عملا. فإن قلت: ولكنني حفظت بعض سور القرآن نتيجة لتكرار سماعها ولم أتكلف ذلك، وبعض هذه السور حفظتها في الصغر، فهل ينطبق علي ما قيل في الأسطر السابقة؟ نعم، ينطبق علي وعليك إذا ما قدمنا أنفسنا بأن معنا سورة كذا وكذا. أما إذا اعتبرنا ما حفظناه في الماضي بقصد أو بدون قصد أنه حفظ للألفاظ فقط وأننا لم نتعلمها تعلما صحيحا، ومن ثم فلا ينبغي أن يبنى التعامل معنا على أساس حملنا لها كالتقدم للإمامة أو المناصب، فبذلك نكون والله أعلم قد رفعنا الحرج عن أنفسنا. ومما يؤكد هذا المعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأل ابنه عبد الله: كم معك من القرآن؟ قال: 10 سور. وسأل ابنه عبيد الله: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. فلم يأمرهم ولم ينههم كما يقول عبد الله بن عمر. فهل كان عبيد الله لا يحفظ من ألفاظ القرآن إلا سورة واحدة؟ بالتأكيد كان يحفظ أكثر من ذلك نتيجة لتكرار قراءتها في الصلوات، وبخاصة السور القصيرة، لكنه يعتبر نفسه لم يتعلم إلا سورة واحدة. أما ما حفظه من ألفاظ فهي خارج حساباته إلى أن يتعلم ما فيها من علم وعمل. عنوان: الجمع الحقيقي للقرآن. فالجمع الحقيقي للقرآن يشمل اللفظ والمعنى والإيمان بالذي تحمله الآيات، ويشمل كذلك التخلق بها. وبهذا نفهم قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من جمع القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. انتهى. يقول محقق مصنف ابن أبي شيبة: أي صار في نفسه خشوع النبوة والأنبياء. عنوان: معنى الحفظ. الحفظ في اللغة معناه الرعاية والتعهد، كما قال إخوة يوسف لأبيهم:
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سورة يوسف. وقد يكون المراد بالحفظ القيام بالحقوق والعمل بالواجبات، مثل حديث احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله ونواهيه فيحفظك بهذا، فهو استئمان. إن من أهم معاني حفظ الشيء هو الائتمان عليه وعلى ما فيه، ويؤكده قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. سورة المائدة. يقول السعدي في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يقول أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث أنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا، وألا يقتدوا في ذلك بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل. انتهى. فالذي يدعي أنه قد حفظ آيات القرآن وهو في الحقيقة لم يحفظ إلا حروفها فقط، فقد حمل نفسه ما لا يطيق، كمن استؤمن على حفظ بناية سكنية من السرقة فلم يستشعر صعوبة ذلك ولم يدرك أبعاد تلك المهمة، بل طلب أن يستأمن على بنايات الحي كله، وكأنه لا يدرك مدى ما يوقع نفسه فيه من التبعة. لذلك شبه الله عز وجل من يفعل ذلك بالحمار، لأنه لا يفهم حقيقة الأمر، ولو أدرك المفهوم الحقيقي للحفظ لما سارع في ذلك، بل لتمهل وتمهل ولم يورط نفسه. عنوان: الحفظ الحقيقي لسور القرآن. يؤكد الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله على المفهوم الحقيقي للحفظ فيقول إن الذي لا يكابد منزلة الإخلاص ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع ولا يتخلق بمقام توحيد الله في كل شيء رغبا ورهبا لا يمكن أن يعتبر حافظا لسورة الإخلاص. وإن الذي لا يذوق طعم الأمان عند الدخول في حمى المعوذتين لا يكون قد اكتسب سورتي الفلق والناس. ثم إن الذي لا تلتهب مواجيده بأشواق التهجد لا يكون من أهل سورة المزمل. ثم إن الذي لا تحترق نفسه بجمر الدعوة والنذارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من المتحققين بسورة المدثر. ثم إن المستظهر لسورة البقرة إن لم يسلم وجهه لله في كل شيء ولم يسلك بها إلى ربه متحققا بأركان الإسلام وأصول الإيمان، متخلقا بمقام الجهاد في سبيل الله، صابرا في البأساء والضراء وحين البأس، متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات، واضعا عنقه تحت ربق الشريعة في دينه ونفسه وماله، متحققا بخلق السمع والطاعة لله على كل حال من غير تردد ولا استدراك، لا يكون حافظا لسورة البقرة. وإنما الحافظ للشيء هو الحافظ لأمانته، المتحقق بحكمته، العامل بمقتضاه، المكابد لما تلقى عنه من حقوق الله. عنوان: مفهوم نسيان القرآن. القرآن كتاب هذه الأمة، وهو رسالة الله الأخيرة للبشرية، يحمل في طياته مفاتح السعادة والهداية والشفاء والتغيير. ولكي تتم الاستفادة من القرآن في تحصيل ذلك كله لابد من التعامل الصحيح مع آياته وفهمها وتدبرها وعدم نسيان ما تدل عليه وممارسة ذلك في واقع الحياة. فأخطر شيء على المسلم أن يستزيد علما من الآية ويتعرف على ما فيها من دلائل لأسماء الله وصفاته وما يرشده ذلك إلى الترقي في مدارج السالكين إليه سبحانه، ثم بعد ذلك يهمل هذه المعاني وينساها. يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سورة السجدة. هذا المفهوم مع ما قبله من مفاهيم يحسم بإذن الله مسألة الذم الوارد في نسيان آيات القرآن ويسقطها على نسيان معناها والعمل بها،
ويؤكد ذلك قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى سورة طه. قال ابن كثير في تفسيره: أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص. وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون سورة الأنعام، يعني لما تركوا العمل بما أمرناهم به على ألسن رسلنا. فالأحاديث الواردة في ذم نسيان القرآن تنصرف بالأساس على ترك العمل به كما يقول الإمام أبو شامة، لأن النسيان هو الترك لقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي سورة طه. وقال: وللقرآن يوم القيامة حالتان، أحدهما الشفاعة لمن قرأه ولم ينس العمل به، والثانية الشكاية على من نسيه أي تركه تهاونا ولم يعمل به. وقال أيضا: ولا يبعد أن يكون من تهاون به حتى نسي تلاوته كذلك. وأورد القرطبي في التذكار عن سفيان بن عيينة قوله: وليس من اشتهر الآن وتفلت منه بناس إذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه. قال القرطبي: وهذا تأويل حسن جدا وفيه توجيه. انتهى. ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سورة المائدة. فالنسيان الحقيقي للآيات هو نسيان معناها وما تدل عليه، وكذلك ترك العمل بها، لأن المرء بذلك يكون قد ظلم بالآية عندما لم يضعها في مكانها الصحيح. وبهذا ندرك معنى قول أبي العالية رضي الله عنه موقوفا: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. إن نسيان اللفظ وارد في حق أي إنسان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنسي بعض الآيات كما ورد في البخاري عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. عنوان: عن أي شيء سيكون السؤال. فعلى سبيل المثال ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا سافر للعمل في مكان بعيد، وفي أثناء سفره أرسل إلى ابنه خطابا يطلب فيه القيام بأعمال موقوتة بزمن محدد كسداد أقساط وزيارة أرحام، ففرح الابن فرحا شديدا بخطاب أبيه، وظل يقلبه ويعطره ويتأمل خطه ويحفظ كلماته دون أن يعمل عقله في فهمها، ومن ثم لم يقم بأداء الأعمال التي كلفه بها والده. فماذا تتوقع من ردة فعل الأب حين يأتي من سفره؟ هل سيكون فرحا سعيدا بحفظ ابنه لألفاظ خطابه مع عدم قيامه بالأعمال التي كلفه بها، أم العكس؟ أترك لك الإجابة أخي القارئ. من هنا نقول بأننا لن نسأل أو نحاسب يوم القيامة عن عدم حفظ القرآن، ولكن سنسأل عن عدم العمل به. يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سورة الزخرف. عنوان:
العمل هو الأساس. إن كل ما جاء من أحاديث في فضل الحفظ إنما يتقيد بالعمل بالآيات والتحقق بها، ويشهد على ذلك الحديث الذي رواه النواس بن سمعان الكلبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالحديث يؤكد ارتباط العمل بالقرآن لنيل الفضائل والدرجات العلى، وليس هذا فحسب، بل إن الأحاديث الواردة في الوعيد لمن جمع ألفاظ القرآن ولم يعمل بها تؤكد على هذا المعنى. روى البخاري من حديث سمرة بن جندب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيها: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. وفي آخر الحديث: والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. إن الأمر أخي القارئ جد خطير. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ومن أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وقبل كل هذه الأحاديث وغيرها، ألم يقل الله جل شأنه في كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الجمعة. يقول ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: فقاس من حمله كتابه سبحانه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا عن ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. انتهى. عنوان: لماذا يقدم الأكثر أخذا للقرآن؟ من هنا نقول بأن الأحاديث الواردة في تقديم الأكثر جمعا للقرآن في الصلاة والإمامة والرئاسة تنطلق من هذا المعنى، وهو معنى صحيح، لأن الأكثر أخذا للقرآن بناء على ما سبق هو الأكثر تطبيقا له، وهو الأكثر استقامة على أمر الله عز وجل فيما يبدو للناس، ومن ثم فهو الأحق بالتقديم. فعن عمرو بن سلمة الجرمي قال: لما وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، من يصلي لنا أو بنا؟ فقال: أكثرهم جمعا أو أخذا للقرآن. وعن هشام بن عامر الأنصاري قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد، وقالوا: كيف تأمرنا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا في القبر 2 و3، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فقدم أبي بين يدي 3. ولعلنا بذلك ندرك المعنى الذي يرمي إليه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم. انتهى. عنوان:
أين فعل الصحابة من هذه المنطلقات؟ فإذا ما أسقطنا هذه المفاهيم والمنطلقات على واقع الصحابة لوجدنا مطابقة كاملة، فهم لم يكونوا حريصين على الإسراع في حفظ ألفاظ القرآن، بل كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وكان الحفاظ بينهم قليلين، وكانوا ينهون من بعدهم عن الإسراع في الحفظ، وكانوا ينزعجون من جمع القرآن في السن الصغيرة. وإليك أخي القارئ ما يؤكد ذلك من الأخبار الواردة عنهم. عنوان: الصحابة وحفظ القرآن. كان الحفاظ بين الصحابة قلة، وذلك لشدة اهتمامهم بالعمل والتطبيق، والخوف من حمل الألفاظ وعدم التحقق بمقتضاها كما سيأتي بيانه. ولم تكن قضية حفظ الحروف تحتل عندهم في اهتماماتهم ما تحتله عندنا، بل إنما نقل عنهم من أخبار صحيحة يؤكد العكس. ويكفيك في ذلك أنهم كانوا يتخوفون من كثرة القراءة كما سيأتي بيانه، وهذا يدل على فهمهم العميق لأمر القرآن وتخوفهم من الانحراف عن مساره الصحيح بالاهتمام بألفاظه دون العمل به. ويكفي هذا الدليل لكل من يرى أفضلية لحفظ الألفاظ فقط، فلو كان الأمر كذلك لتسابق الصحابة إلى حفظ الألفاظ، لأنهم أكثر الأجيال حبا للقرآن وإدراكا لأهميته وتوقا لنيل فضائله، مع سهولة ذلك عليهم لنزول القرآن بلغتهم، فكيف لهم أن يتركوا هذه الفضيلة وهم الذين عاصروا نزوله وذاقوا حلاوته؟ إن عدم تسابق الصحابة لحفظ ألفاظ القرآن ينبغي أن يحسم هذه المسألة، لأنهم النموذج التطبيقي الصحيح لمعاني الإسلام، وهم القدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن، منهم الصبي والأعمى، ولا يرزقون العمل به. انتهى. تأمل قول عبد الله بن عمر: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ القرآن إلا السورة أو نحوها، فماذا نقول بعد ذلك؟ لقد ظل عمر بن الخطاب يتعلم ويحفظ في سورة البقرة ويعمل بها 12 سنة، فلما أتمها نحر جزورا، وهذا ابنه عبد الله يتعلمها في 8 سنوات. انتهى. ولعل هذا الأثر يرد على من يقول بأن الصحابة لم يتمكنوا من حفظ القرآن لكبر أعمارهم وتقدمهم في السن، فهذا الشاب عبد الله بن عمر يظل 8 سنوات يحفظ ويتعلم سورة البقرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استكمل حفظ القرآن من الصحابة رضوان الله عليهم إلا النفر القليل، استعظاما له ومتابعة لأنفسهم بحفظ تأويله والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. ويؤكد قول الحسن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. انتهى. ولقد غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن هناك رجلا يمل القرآن عن ظهر قلب، ولم يسكن غضبه إلا عندما علم أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باعتباره أحد القلائل الذين جمعوا القرآن بحقه. فعن إبراهيم بن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني جئتك من عند رجل يمل المصحف عن ظهر قلب. ففزع عمر وغضب وقال: ويحك، انظر ما تقول. قال: ما جئتك إلا بالحق. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منه. وأخرج ابن أشتة في المصاحف عن ابن سيرين قال: مات أبو بكر ولم يجمع القرآن، وقتل عمر ولم يجمع القرآن. وقال الحسن: مات عمر بن الخطاب ولم يجمع القرآن. قال: أموت وأنا في زيادة أحب إلي من أن أموت وأنا في نقصان. قال الأنصاري: يعني نسيان القرآن. عنوان: طريقة الصحابة في حفظ القرآن. مع اهتمام الصحابة الشديد بالقرآن والحرص على تلاوته كل يوم وطول المكث معه،
إلا أن هذا لم يدفعهم للإسراع في حفظ آياته لإدراكهم خطورة ذلك. وليس أدل على هذا الأمر من قول أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. انتهى. وقال عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 من القرآن لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نتعلم ما فيها. قيل لشريك راوي الأثر: من العمل؟ قال: نعم. لهذا كما يقول الإمام ابن تيمية: كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. عنوان: ابن عباس وجمع المفصل. إننا نرى اليوم من يحفظ القرآن كله من الأطفال وهو ابن 6 أو 7 سنوات، فهل هذا الطفل يعي شيئا مما يحفظه؟ إذا ما نظرنا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي نشأ بين الصحابة وفي جو القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهده ودعا له بالفقه في الدين وتعلم التأويل، ألم يكن من الأولى أن يجتهد ابن عباس في حفظ القرآن كله في هذا الجو لو كان هذا الحفظ اللفظي فقط له فضيلة؟ إن الروايات تخبرنا بأن ابن عباس جمع المفصل، أي من سورة قاف إلى سورة الناس، ولكن في أي سن؟ روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: جمعت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المفصل، وكانت سنه إذ ذاك 13 سنة أو دونها. عنوان: اللهم غفرا. لقد كان جمع القرآن عند الصحابة يعني الكثير والكثير، فهذا رجل أتى أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. انتهى. يعلق القاضي الباقلاني على هذا الأثر فيقول: فهذا إنكار يدل على أن هذا الوصف عندهم بجمعه إنما يجري على من عمل بموجبه ووقف عند حدوده. ويخبر إبراهيم النخعي عن طريقة تعامل الصحابة مع أولادهم في تعليم القرآن فيقول: كانوا يكرهون أن يعلموا أولادهم القرآن حتى يعقلوا، أي حتى يفقهوا ما يقرؤون. انتهى. عنوان: كم معك من القرآن؟ تأمل أخي هذا الأثر الذي يحمل دلالات هامة في عدم اهتمام الصحابة بتحفيظ أولادهم القرآن بقدر اهتمامهم بالعمل به، وهذا لا ينفي أهمية وجود قدر من القرآن في جوف المسلم حتى يتسنى له الصلاة به والاتصال بالله من خلاله وإقامة الحجة على الناس واستنقاذهم من الضلال بتلاوته عليهم. أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: سألني عمر: كم معك من القرآن؟ قلت: 10 سور. فقال لعبيد الله: كم معك من القرآن؟ قال: سورة. قال عبد الله: فلم ينهنا ولم يأمرنا، غير أنه قال: وإن كنتم متعلمين منه بشيء فعليكم بهذا المفصل فإنه أحفظ. انتهى كلامه. إن هذا الأثر يحمل في طياته الكثير من الدلالات التي تؤكد لنا المفهوم الحقيقي للحفظ، وأنه كان يقصد به عند الصحابة اللفظ والمعنى والعمل. فبالتأكيد كان عبيد الله يحفظ ألفاظ أكثر من سورة، وذلك بكثرة تكرارها أمامه وقلة ألفاظها، كسور الإخلاص والكوثر والفلق والناس والنصر وقريش والعصر والكافرون، لكنه لم يتعلم تعلما حقيقيا إلا سورة واحدة. لذلك أجاب عمر بن الخطاب هذه الإجابة، فهو وإن كان يحفظ ألفاظ عدة سور لكنه يعتبر نفسه ليس معه منها شيء، فالعبرة عندهم كانت بما تعلموه. ويؤكد على هذا المعنى الأثر الذي مر علينا عن عبد الله بن عمر الذي قال فيه: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها. انتهى. فبالتأكيد كانوا يحفظون ألفاظ عدة سور، لكنهم لا يعتبرون أنفسهم قد جمعوها طالما لم يتعلموا ما فيها من علم وإيمان وعمل. عنوان:
تخوف الصحابة من كثرة القراء. إننا نجد في زماننا من يقوم بتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن كله، ويرصدون لذلك الجوائز الضخمة، بل إن البعض قام بتوفير أماكن للإقامة الكاملة لكي يتمكن الأفراد من استكمال الحفظ في شهرين أو أقل، وهم بهذه الأفعال يحسبون أنهم يخدمون الدين ويرفعون من شأن الأمة، ونحن نلتمس لهم العذر، فقد كنا نظن في السابق ظنهم، وبعد أن أرانا الله عز وجل جزءا من حقيقة القرآن كان لزاما علينا توضيح وبيان خطورة ذلك. لقد ورثنا القرآن ألفاظا تتلى على المقابر وفي المقاهي وسرادقات العزاء، ورثناه كتابا مقدسا، لكنه صار مهملا غير منتفع به، لا يرجع إليه ولا يستفتى في نازله، بل تحفظ ألفاظه وتزين الجدران بكلماته. لم ننتبه إلى وظيفة القرآن الأساسية والمتفردة، ولم نفكر في روح القرآن الغائبة وأثره المفقود بيننا، وظننا أن ما نفعله مع القرآن من تشجيع على حفظه وكفالة المؤسسات القائمة عليه هو قمة خدمتنا للقرآن. وفي المقابل، إذا ما عدنا لجيل الصحابة وجدنا عكس ما نفعله، وبخاصة في مجال الحفظ، فلم يكن منهم من الحفاظ إلا قلة، والأعجب أنهم كانوا لا يفرحون بكثرة الحفاظ بينهم، لإدراكهم أن ذلك يعد بمثابة منزلق خطير يؤدي في النهاية إلى اهتمام المسلمين بحفظ الألفاظ وإهمالهم المعاني والأعمال، فتكون النتيجة الحتمية هي استدعاء العقوبة الإلهية بالحرمان من روح القرآن وأثره. ولك أخي القارئ أن تتأكد من ذلك بقراءتك لهذه الأخبار الواردة عنهم. كتب إلى عمر بن الخطاب بعض عماله في العراق يخبرونه أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكتب لهم عمر أن افرضوا لهم في الديوان، فكثر من يطلب القرآن، فكتب إليه من قابل أنه قد جمع القرآن 700 رجل، فقال عمر: إني لأخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين، فكتب ألا يعطيهم شيئا. وعن الحسن قال: لما قدم أبو موسى البصرة كتب إليه عمر يقرئ الناس القرآن، فكتب إليه بعدة ناس قرأوا القرآن فحمد الله عمر، ثم كتب إليه في العام القابل بعدة هي أكثر من العدة الأولى، ثم كتب إليه في العام الثالث، فكتب إليه عمر يحمد الله على ذلك وقال: إن بني إسرائيل إنما هلكت حين كثرت قراؤهم. ولك أن تعجب معي أخي القارئ وأنت تقرأ الأخبار القادمة التي يتحدث فيها بعض الصحابة عن فتنة تتغير فيها السنة الصحيحة، فإذا ما خولفت قيل خولفت السنة، وكأنهم يتحدثون عن عصرنا. وليس أدل على ذلك مما نراه في موضوع حفظ ألفاظ القرآن الذي أصبح وكأنه من أساسيات الدين عند البعض. فعن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل: قد غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين، انتهى. ويؤكد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على هذا المعنى فيقول: يا معشر العرب، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم عليها الكبير ويربو فيها الصغير يتخذونها سنة، فإذا غيرت قيل هو منكر. قيل: ومتى ذاك؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ومما يلفت الانتباه أن الإمام الحافظ المستغفري قد ضمن كلام حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما تحت باب جعله بعنوان: باب ما جاء في كثرة القراء وقلة الفقهاء آخر الزمان. عنوان: تخويفهم الدائم للقراء. كان الصحابة يتخوفون من الاستدراج نحو بريق حفظ ألفاظ القرآن، وكانوا دائم التوجيه والتخويف والنصيحة للقراء بأن يستقيموا على أمر الله وأن يعملوا بما يحملون من كلام الله. فهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: اتقوا الله يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا،
فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وجمع أبو موسى الأشعري القراء فقال لهم: أنتم قراء أهل البلد، فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب. انتهى. عنوان: كلام النفيس لابن قتيبة عن الصحابة وحفظ القرآن. وللإمام ابن قتيبة رحمه الله كلام نفيس في حفظ الصحابة للقرآن، وذلك في كتابه تأويل مشكل القرآن. يقول رحمه الله: لم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كله ولا أن يختموه في التعلم، وإنما أنزله ليعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ويأتمروا بأمره وينتهوا بزجره ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة ويقرأوا فيها الميسور. قال الحسن: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. انتهى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام ومنتهى العلم، إنما يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأربع والبعض والشطر من القرآن إلا نفرا منهم وفقهم الله لجمعه وسهل عليهم حفظه. قال أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي في عيوننا، وعظم في صدورنا. وكانت وفود العرب ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن فيكون ذلك كافيا لهم. عنوان: ماذا كان يميز زمان الصحابة؟ لقد كان مما يميز زمان الصحابة هو فقههم العظيم للقرآن ومعانيه وما تدل عليه آياته. ومع هذا الفقه إلا أنهم لم يكونوا يحرصون على حفظ حروف القرآن. يقول مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن. ويوضح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هذه السمة فيقول لرجل: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع فيه حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون أهواءهم قبل أعمالهم. يعلق ابن عبد الهادي على هذا الأثر في كتابه هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن فيقول: فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك الزمان كان قراؤه قليلا وفقهاؤه كثيرا، وأنه كان يحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، فإن اهتمامهم بتدبر القرآن ومعرفة معانيه والعمل به أشد من اهتمامهم بحفظ ألفاظه، ولذلك كثر فقهاؤه وقل قراؤه وحفظت حدوده وضيعت حروفه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، حفاظ ألفاظ القرآن جميعه فيهم قليل، والفقهاء أهل العلم والإيمان فيهم كثير، وأهل الزمان المذموم الذي أخبر عنه ابن مسعود بعكس ذلك.